اهلا بيكم، انا الدكتور احمد امام، دكتوراه واستشاري ومدرس جراحه المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزماله امريكيه في جراحه اورام المسالك البوليه بمعهد اورام روزويل بارك بنيويورك الولايات المتحده الامريكيه. النهارده ان شاء الله هتكلم عن موضوع سرطان الكلى. ايه هو سرطان الكلى؟ بصفه عامه السرطان هو نمو الخلايا بدون او خارج اطار التحكم من الموجود في الجسم، بمعنى ان الخلايا بتنمو خارج المعدل الطبيعي بزياده عن المعدل الطبيعي، فبالتالي ينشا عنها كتله من الخلايا هي تسمى الورم. بعد كده ممكن الخلايا دي تبدا تنتشر خارج العضو دوت، فبيبدا الورم ده ينتشر خارج اطار العضو. كلمه خبيث برضو بتنشا من ايه؟ لان الكلمه خبيث ان النمو اللي بيحصل بالزياده ده بيحصل بدون ما الشخص يشعر، يعني ممكن يبقى الخلايا موجودة وبتنمو وبتتكاثر بدون شعور الشخص، فبكده اسمه ورم خبيث. ايه أعراض سرطان الكلى؟ الحقيقة في معظم الأحيان زي ما احنا قلنا مش هيبقى فيه أي أعراض، وممكن يكتشفها بالصدفة، كان بيعمل أشعة لأي سبب تاني وبالتالي يكتشف إن فيه كتلة موجودة داخل الكلى. في بعض الأحيان لو الحالة دي كانت حالة متقدمة أو الورم ده وصل لدرجة كبيرة من النمو، ممكن ساعتها الشخص يشعر بألم في الجانب اللي فيه الكلى دوت، أو إنه لدرجة كبيرة بقى والشخص كان رفيع ممكن نحسها بالكشف أو حدوث نزيف بولي. وزي ما اتفقنا إن أي حالات للنزيف البولي يعني we never underestimate، ما بنقللش من شأن النزيف البولي، لازم نعمله فحوصات، وأهمها هي الأشعة المقطعية للمسالك البولية بالصبغة. فنبدأ نعمل أشعات لتشخيص أورام الكلى عن طريق أشعة مقطعية بدون صبغة ثم بالصبغة. ليه الموضوع دوت؟ لأن الخلايا السرطانية ليها قدرة إن هي بدون صبغة هنلاقي الخلايا شكلها مطفية بمعنى الكلمة، ولكن لما تاخد صبغة هنلاقيها بتنور بدرجة كبيرة. نقدر احنا نحسب معامل الخلايا كانت مطفية قد ايه ونورت قد ايه، منها نقدر نتوقع ان وجود ورم داخل الكلية. بصفة عامة احنا قلنا تشخيص الاورام بيكون عن طريق عينات وتحليل باثولوجي، ولكن في حالات سرطان الكلى يمكننا الاعتماد على موضوع ان الخلايا النور اللي خدته بالصبغه دوت بدرجه قد ايه. عينات الكلى ليه مش كتير بنلجأ لها؟ حقيقة ممكن نعملها، ولكن يعني قدرتها للتشخيص مش دايما عالية، دي حاجة. وتاني حاجة ان هو لو انا شايف الشخص دوت في الاشعة عنده كتلة كبيرة وزي ما قلنا كده انهانسد بالكونتراست، يعني منورة جامد بعد الصبغة، الحقيقة حتى لو التحليل قال ان دي حاجة حميدة انا مش هبقى مطمن، ونبقى محتاجين ان احنا نعمل لها جراحة للاستئصال. بعد ما احنا شخصنا وجود سرطان بالكلية سواء عن طريق الاشعة المقطعية فقط او بجانب ان احنا عملنا عينات من الكلى، زي ما قلنا ان هو قد يكون غير ضروري العينات ديت، الخطوة اللي بعد كده ان احنا تحديد مرحلة الورم، هل هو ورم لوكالايزد او هو محدود داخل الكلية ام هو حصل له انتشار. وورم الكلى ليها قابلية ان تنتشر بالذات للرئة، فيلزمنا ان احنا نعمل اشعة مقطعية او اشعة عادية للصدر عشان نشوف هل في ورم منتشر للصدر ولا لا. اخر حاجة بالنسبة لعلاج سرطان الكلى، سرطان الكلى الاستئصال الجراحي هو افضل علاج ليه، وده لان سرطان الكلى لا يستجيب للاشعاع او للعلاج الكيماوي. حديثا بدا يبقى فيه يستحدث علاج مناعي، والحقيقه هو يعني غالي جدا كورسات العلاج المناعي، ولكن قد نحتاجها لو كان خصوصا لو كان الورم منتشر خارج الكليه. في استثناءات للاستئصال الجراحي، ده لو كان الشخص كبير في السن وعنده مشاكل مرضيه كتيره والورم حجمه صغير غالبا اقل من 4 سم، ساعتها ممكن ان احنا نتابع الورم دوت او نعمل له كي بالتردد الحراري او بالتجميد، ده يكون علاج نقول ان هو يعني ربما يكون كافي في الحالات المحدوده ديت. ولكن زي ما قلنا العلاج الاساسي هو الاستئصال عن طريق الجراحه. والحقيقه احنا عندنا يعني ميزه كبيره جدا في مستشفى عين شمس تخصصي، هي وجود الروبوت الجراحي، والحمد لله بنشتغلت بيه وبنشتغل بيه الحالات الاورام بنتائج ممتازه جدا، زي اوروبا وامريكا اللي هو معظم علاج حالات الاورام يكون عن طريق الروبوت، لان بيتم عن طريق فتحات صغيره وبيتيح التحكم الكامل والرؤيه الثلاثيه الابعاد داخل البطن عشان نعمل جراحه دقيقه. الجراحه بتكون يوم الاستئصال الجذري للكلى، بمعنى احنا بنشيل الكليه كلها بما فيها الورم في حالات الاورام الكبيره او الاورام الموجوده في عمق الكليه. ولكن اذا كان الورم في مكان يسمح ان احنا نقدر نستأصل الورم مع الابقاء على باقي الكليه بنعمل الجراحه ديت، وزي ما قلنا الروبوت بيساعدنا جدا في التحكم وفي الرؤيه ان احنا نقدر نشيل الورم فقط لا غير، وبنحافظ على باقي الكليه. طبعا ده بيفيد المريض، هيبقى ابقينا على جزء من الكلى بتسند مع الكليه الثانيه، خصوصا لو مضطرين لكده، بالذات لو كان المريض عنده كليه واحده عامله او كان عامل استئصال كلى الجهه الثانيه. وبعد استئصال يا اما الورم لوحده مع بقاء على الكلى او الاستئصال الجذري للكلى، بيلزم المتابعه عن طريق الاشعات المقطعيه للصدر والبطن والحوض للاطمئنان على عدم معاوده الورم، وده اجراء روتيني لاي حد بيعمل عمليه الاورام لابد من
المتابعة. ده كان باختصار نبذة عن سرطان الكلى وتشخيصه وعلاجه، ويشرفني ان انا اجاوب على استفساراتكم لو تركتوها لي في التعليقات ان شاء الله.